غير طبعا نرحب بك. الأجواء حاليا تبدو أفضل من السابق، بعض الأخطاء الإدارية أو التلكؤات الإدارية بسبب عدم التحاق اللاعبين، لكن نلاحظ أنه حتى علاقتك يعني مع المدرب، علاقة الجميع موجودة هنا، تعاون، الظروف تكاد أن تكون مثالية. حدثنا عن هذه الظروف. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تعرفوا بعد بطولات آسيا علينا أن ننسى كل شيء في سبيل أن تنجح مهمة المنتخب الوطني والمدرب. مدرب كبير، مدرب إلى باع طويل، إذا يعمل الجد وخلاص إحنا راح نكون داعمين وساندين إليه. هو تعرف عدة 28 لاعب، يصفي 23 لاعب، يبعد 5 لاعبين. الإبعاد راح يكون حسب ما اختياراته الموجودة، هو راح يكون أول والأخير على اختيارات اللاعبين الموجودة. إحنا كوفد إداري علينا دعم المنتخب ودعم المدرب، كل ما يريده يعني كل ما يحتاج المدرب احنا نكون نوفر له كل المتطلبات اللي يحتاجها. تعرف عنده مباراتين مع الصين ومع فلسطين، راح يوقف اللحظة الأخيرة، ما عدفت شيء هسه مثل قعد اللاعبين. تعرف موضوع الفيزك وجماعة جايتهم عقود من الخريطيات، ما ادري انا نادي بعد الاخ لازم يصير في استيان انت في ان واحد، ان شاء الله انحلت راح يتحقق مع المنتخب اليوم ان شاء الله بالليل يوصل اللاعب علي فايز. علم هو موجود، كل اللاعبين موجودين، ما عندنا في الشيء موضوع. احنا علينا كوفد اداري ان نوفر ما يحتاج المدرب خلال تجربته، ان شاء الله الله يوفقنا في مباراتنا القادمه مع فيرنا. نعم كابتن، مصادر تقول انك جلست مع المدرب كاتنتش تقريبا صفيت كل الامور والعلاقه صارت يمكن على افضل ما يرام، خاصه مساله بهروز. يقال انه البعض اوصل الكلام للمدرب انه بهروز يتدخل، انه انت حضرتك تكلمت بهذا الكلام، والمدرب انزعج من هذه الجزئيه، جلسه مصالحه بينكم صارت والامور كلها يمكن حلت. لا هو مهما يكون هو ابن يعني بعد تعرف مدرب المنتخب الوطني العراقي، الجلسه كانت وديه، احنا يعني جينا سويه ويوميا نجلس سويه، لكن موضوع بروز نسيناه، طويناه صفحة جديدة، يعني صفحة علينا جديدة، أخذ أكبر من حجمه. نعم يعني هواية، فطوينا صفحة، ومن حقنا احنا، أنت من بلد وأنا من بلد، من حقنا ندافع على منتخبنا الوطني، هذا حق مشروع لنا بالنسبة لنا. فأعتقد الأمور إن شاء الله احنا ما راح نقصر بالصغيرة والكبيرة للمدرب، لكون المدرب كبير وعنده مهمة ليس بسهلة. الشارع الرياضي، الجمهور العراقي، الشعب العراقي يطالبنا بنتائج، إن شاء الله كل الأمور نساها في سبيل أن تنجح مهمتنا، مهمة المدرب، في سبيل خوض المباراة الأولى أمام الفريق الفيتنامي. عندنا مباراتين راح تتضح الصورة أمام اللاعبين المتواجدين معاه، فأعتقد إن شاء الله منتخبنا يبشر بخير. شكرا كابتن، كل التوفيق إن شاء الله.